لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جباليا في ظل الوضع المأزوم الذي يعيشه نتنياهو، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج السيد زياد العلو. استاذ زياد، مرحبا بك. مرحبا وتحية لك وللمشاهدين الكرام. حياك الله. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء عملية عسكرية برية شمالي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، كيف يمكن قراءة هذا المستجد؟ يعني هو فشل بعد فشل، ولا يملك هذا الاحتلال إلا القتل والتدمير واستهداف المدنيين. التقارير التي يعني خرجت اليوم أنه انسحب من 70% من المناطق التي دخل بها منذ اليوم الأول للعدوان البري، و 70% من شمال ومدينة غزة، شمال ومدينة غزة، وهو الآن يحاول كما حاول تدمير منطقة غزة، مدينة غزة وشمالها بيت حانون وبيت لاهيا، هو يحاول اليوم تدمير أكثر من الممتلكات ومن الأحياء السكنية ومزيد من القتل. طبعا الهدف منه هو الانتقام لا أكثر ولا أقل، ومحاولة دفع السكان باتجاه رفح، حتى رفح اليوم تم استهدافها. إذا لا مكان آمن من في قطاع غزة، ولكن هذا الاحتلال فقط هو يستهدف المدنيين. لماذا عاد الاحتلال بعد الهدنة بشكل أشد شراسة من السابق ويمعن أكثر تقتيلا بالمدنيين؟ بالطبع يعني بداية لأن هناك يعني غطاء دولي وبالذات غطاء أمريكي، والدول الغربية وقفت عاجزة رغم تغير بعض المواقف فيها، الموقف العربي والإسلامي هزيل، فهو الآن لا يوجد رادع. يعني أقول حتى مناشدات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أين العرب وأين المسلمين؟ أنا أعتقد أنهم تعبوا من هذا السؤال، لأنه العرب والمسلمين في سبات عميق، أو هناك شلل وعجز لدى العرب في عدم فعل شيء، إلا القليل يعني ما يحدث في خارج فلسطين. لكن بالعموم هناك عجز عربي وإسلامي، وهناك طمط غربي وغطاء أمريكي، كل هذا يعطي الحق لإسرائيل أن تفعل ما تشاء. يعني نعم. ابقى معي أستاذ زياد لو سمحت. أستاذ زياد العلول، ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليكم مرة أخرى. ينضم معنا أيضا عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية السيد ماهر حجازي. أستاذ ماهر، مرحبا بك. أستاذ ماهر، مرحبا بك، تسمعوني أستاذ ماهر؟ لا أسمع. أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، يعني عاد الاحتلال يقتل بشكل أكثر قسوة بعد الهدنة، بما تفسر ذلك؟ نعم، بداية تحياتي ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة بعد 7 أيام من التهدئة، عاد هذا الاحتلال الإسرائيلي ليرتكب جرائم الإبادة بحق أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. يرتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 15,500 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال. حقيقة أثبتت 7 أيام من التهدئة يعني ما تم من صفقة تبادل للنساء والأطفال الأسرى الفلسطينيين مع النساء والأطفال الإسرائيليين محتجزين داخل قطاع غزة، أثبت للعالم حقيقة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والإنسانية التي يتمتع بها شعبنا، وشكلت صفعة ما جرى من مشاهد تسليم المقاومة للمحتجزين المدنيين داخل قطاع غزة، شكلت صفعة للرواية الإسرائيلية، لرواية بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب، وبالتالي عاد لينتقم من أبناء شعبنا الفلسطيني. أيضا يعني منذ يعني 3 أيام وعاد إلى التصعيد الإجرام بحق أبناء شعبنا، دليل أيضا على مهزومية هذا الجيش الإسرائيلي، والذي يعني يتكبد خسارة كبيرة في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو ينتقم من الأطفال ومن المدنيين ويخصف بشكل وحشي وهمجي ويواصل حرب الإبادة، وبالتالي يعني عاد للإجرام ولمواصلة إجرامه، لأنه تلقى الصفعة للرواية الإسرائيلية لكل ما روج له الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية أمام العالم، وروج للأكاذيب فيما يتعلق بالمشافي، وبالتالي هو عاد ليواصل هذا الإجرام بحق أبناء شعبنا. يعني قصف للمشافي، قصف للمدارس، قصف للمآوي، كل ما يتعلق بمآوي المدنيين هم يعني يحتمون به
المدارس، يهتمون بالكنائس، يهتمون بأي مكان يقيهم هذا القصف الذي يقتلهم بشراسة، ولكن مع ذلك يتم تصفيتهم يعني بكل دموية وكل وحشية. يا ترى اسمح لي أستاذ ماهر، سوف أنتقل بالسؤال أستاذ زياد. أستاذ زياد، قبل أن نتحدث عن موضوع الموقف العربي أو الصمت الدولي أو صمت المجتمع الدولي أو مشاركته وما إلى ذلك، يا ترى هناك بالطبع أهداف استراتيجية، أهداف عسكرية، يراد الكثير من المحللين يقولون بأن هذا القصف هدفه تهجير أهالي غزة بشكل صريح ومباشر إلى سيناء. يعني هل هذا القصف وهذه الوحشية هدفها التهجير الكلي، التهجير القسري، التهجير مع سبق الإصرار والترصد؟ يعني الاحتلال بدأ عدوانه بأهداف معلنة، منها القضاء على المقاومة ومنها التهجير وأيضا السيطرة على قطاع غزة، وبالطبع إخراج الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. على مدار الأسابيع الماضية هو لم يحقق شيء، هو لم يحقق شيء، بل خسر المعركة السياسية والمعركة الإعلامية والمعركة القانونية وحتى الزخم الشعبي الدولي. فنتحدث عن تأييد شعبي عالمي لقضية فلسطين فوق 95%. هو نجح فقط في القتل. طبعا هو أحد أهدافه أنه يحاول أن يدفع سكان قطاع غزة باتجاه الجنوب، لكن هو لم ينجح، رغم أن هناك أكثر من 1.5 مليون فلسطيني تركوا منازلهم، لكن جزء منهم ترك منازلهم داخل مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة، وجزء آخر تم إعادة انتقال في مناطق الجنوب، ولكن لم يصل أحد إلى معبر رفح. أنت تخيل أن لو أي شعب آخر مع هذا القتل والتدمير لرأيت عشرات الآلاف ينزحون باتجاه أي حدود برية، لكن ما زلنا الشعب الفلسطيني صامد. طبعا هذا الاحتلال هو يعرف أنه سيفشل، لكن هو يريد الانتقام، هو يريد أن يدفع ثمن فشل السياسي والاستخباراتي وثمن التي كبدته المقاومة الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية في قتل مزيد من الأبرياء من الفلسطينيين في كل مكان. لا يوجد مكان آمن، هو يكذب، كان يقول اذهبوا للجنوب فالجنوب مكان آمن. معظم القصف كان اليوم في منطقة خان يونس ودير البلح ورفح في جنوب قطاع غزة. إذن أين يذهب الناس؟ الناس الآن ربما في البداية كانوا ممكن أن يسمعوا للاحتلال. الآن الذين نزحوا إلى الجنوب، لو كان هناك طريق للرجوع إلى قطاع غزة ولا مدينة غزة لرجعوا، لكن بالطبع هناك طريق مغلقة في عبر ممر وادي غزة، فهي مغلقة ويسيطر عليها الاحتلال. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ زياد. أستاذ ماهر، إذا نظرنا إلى خريطة قصف الاحتلال شمالا باتجاه جنوب قطاع غزة، ما الذي يمكن فهمه من أهداف هذا القصف؟ يعني الواضح أن هذا الاحتلال وهدفه الرئيسي هو يريد أن يرتكب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، خاصة المدنيين الأطفال والنساء من أبناء شعبنا، ويريد أن يواصل الحرب الإبادة في استهداف المستشفيات ومراكز الإيواء والمباني والبنى التحتية وإطباق الحصار ومنع دخول المساعدات. هذه الأهداف هي أهداف انتقامية. الاحتلال الإسرائيلي يوضع أهداف منذ بداية هذا العدوان على أبناء شعبنا، لكنه لم يحقق أي إنجاز، لا صعيد سياسي ولا عسكري ولا أي إنجاز ميداني ضد قطاع غزة سوى قتل المدنيين، وبالتالي هو في حالة انتقامية مما تعرض له في 7 أكتوبر وما يتعرض له يوميا. يعني هو لا يقوى على مواجهة المقاومة الفلسطينية سواء كان في شمال قطاع غزة أو حتى في ما يتحدث عنه في يعني امتداد الحرب البرية في منطقة الجنوب شمال خان يونس، وبالتالي هو يعني فقط يمارس سياسة انتقام وعقاب جماعي وإبادة بشرية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المدنيين داخل قطاع غزة. هو يعني فشل استاذ طيب ماهر، أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو ظهر مضطربا وعصبيا، ما الذي أوصل نتنياهو من وجهة نظرك إلى هذه الحالة وطائراته تقصف بلا رحمة؟
بنيامين نتنياهو هو الذي يعني توجه له في الجانب الاسرائيلي، في حتى على مستوى الجمهور الاسرائيلي والقاده الامنيين والسياسيين والعسكريين يوجهون ان سبب ما لحق بالجيش الاسرائيلي وهذه الهزيمه والانتكاسه في 7 اكتوبر توجه له اصابع الاتهام لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يعيش حاله من مواجهه الاتهامات، وهو ايضا توجه له تهم بالفساد، وبالتالي اليوم الحكومه الاسرائيليه حتى حكومه بنيامين نتنياهو حكومه الحرب المصغره تعيش انتقادات. يعني هذا الكيان الاسرائيلي اليوم لا يقود هذه الحرب وهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني من موقف موحد، بالعكس يعني هناك هذه الجبهه الداخليه الاسرائيليه تعيش حاله انتكاسه، عدم ثقه، هناك توجيه لوم وانتقادات لبنيامين نتنياهو خاصه فيما يتعلق بملف حتى المحتجزين، يعني رغم انه تم الافراج او اطلاق سراح عدد من المحتجزات الاسرائيليات والاطفال والنساء من داخل قطاع غزه، لكن لم يستطع بنيامين نتنياهو ان يكسب هذا او يحقق انجاز من هذه البوابه، وهذا ما يقولنا يفسر انه هناك طلب اسرائيلي بعدم يعني اجراء مقابلات صحفيه مع المحتجزات المفرج عنهم من داخل قطاع غزه، لان ذلك ايضا سيشكل انتكاسه، وبالتالي اليوم الحكومه الاسرائيليه حكومه الحرب تعيش وخاصه بنيامين نتنياهو تعيش ازمه داخليه سياسيه وامنيه وعسكريه. سببها الاول هو يعني العجز والفشل عن مواجهه المقاومه الفلسطينيه وما واجهته المقاومه في 7 اكتوبر، اضافه الى ملف المحتجزين الذي يشكل ضغط سياسي وعسكري وامني ايضا على بنيامين نتنياهو، وبالتالي ايضا هو لم يفسر، يعني بنيامين نتنياهو يعيش ازمه ايضا في البعد الدولي، هناك مواقف دوليه بدات تتغير تجاه دعم اسرائيل في حق الدفاع عن النفس بسبب المشاهد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي في قطاع غزه باستهداف المدنيين، هناك خلافات وهذا ما تتحدث به وسائل الاعلام، هناك انتقادات وخلاف يعني في وجهات النظر. طيب بين بس في هذه النقطه اسمح لي استاذ ماهر انتقل للاستاذ زياد، اذا كانت الخلافات تضرب حكومة إسرائيل وجيش الاحتلال طبعا، كيف سينعكس ذلك من وجهة نظرك على أداء القوات الإسرائيلية على الأرض؟ بالطبع هناك خلافات كبيرة، وفور انتهاء الحرب سينتهي نتنياهو وتنتهي الحكومة القائمة، لكن كل الفرقاء الصهاينة يتفقون في قتل الفلسطيني وهم متفقون في الحرب، لكن حتى هذه الخلافات تنعكس لأنه هناك الكثير من قوات الاحتياط أعلنت انسحابها قبل أيام، سرية كاملة وقائد سرية والسرية معه انسحبت لأنه لا يوجد غطاء جوي، وأيضا القتل اللي موجود على الأرض، يعني المقاومة تثقل في هذه القوات، وكما أعلنت التقارير يعني اليوم وأمس ربما التقارير تتحدث عن قتل أكثر من 100 جندي صهيوني على حدود غزة، 60 منهم في منطقة جحر الديك والباقي في مناطق الشمال. إذا هناك ضغط حقيقي، لكن أنا أقول أن أمريكا وفرت نتنياهو الضغط أو الغطاء لمزيد من القتل ومحاولة إنجاز أي هدف. نتنياهو هو يحاول أن يحصل على أي هدف ممكن أن يحفظ ماء الوجه ويوقف هذه المعركة. الفشل الذريع أنه قرابة شهرين لم يحقق أي شيء، لم يحقق أي شيء يذكر، وليس هذا ما نقوله نحن بل ما تقوله الصحافة والخبراء الصهاينة نفسهم، يقول أنه لم يحقق شيء، حتى كذب في أنه هو الذي الضغط العسكري أدى إلى الإفراج على بعض المعتقلين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، هذا غير صحيح، الأسرى تم تعامل عبر تبادل صفقة رهائن وأسرى. طيب ابقى معي لو سمحت استاذ زياد فيما يخص، ابقى معي استاذ زياد، اتحول استاذ ماهر. استاذ ماهر فيما يخص المساعدات الانسانيه، يعني بالنظر الى الموقف الدولي، يعني هل ترى ان الموقف الدولي فيما يخص المساعدات الانسانيه موقف موحد، موقف محايد، ام هناك تحول في هذا الموقف؟ البعض يقول على سبيل المثال للحصر وزاره الصحه البريطانيه يعني دعت إلى فتح الاحتلال لأبواب المساعدات الإنسانية، وهذا الموقف ليس بالموقف الوحيد طبعا، هناك الكثير من سبقه من المواقف الدولية، هل هذا يعتبر تحول في موقف الدولي أم يعتبر أنه يعني التوحد، ربما إن صح التعبير، توحد في نفس الموقف في المجال الإنساني فقط؟ يعني للأسف في بداية هذا العدوان على أبناء شعبنا العدوان الإسرائيلي المواقف الدولية كانت داعمة ومساندة للاحتلال الإسرائيلي، لكن مع فظاعة الإجرام الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأطفال والنساء داخل قطاع غزة بدأنا نلمس هناك دعوات
من الأطراف الدولية الفاعلة بأن يكون أن يلتزم الاحتلال بمعايير الدولية وأن لا يستهدف المدنيين داخل قطاع غزة، لأن مشاهد الإجرام الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة شكلت إحراج حتى للإدارة الأمريكية، لمواقف مثل بريطانيا مثل فرنسا، العديد من المواقف الأوروبية ومواقف الاتحاد الأوروبي. بدأنا نسمع أنه لابد من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة. حقيقة الكارثة التي يعيشها أبناء شعبنا داخل القطاع، ورغم أن دخول بعض المساعدات في أيام التهدئة سبعة أيام، لكن وفق التصريحات وما يصدر عن وزارة الصحة داخل قطاع غزة أن هذه المساعدات، هناك مشافي في شمال قطاع غزة لم تصلها المساعدات الدوائية، ولا يزال القطاع يعيش أزمة إنسانية حقيقية متفاقمة مع هذا العدوان الصهيوني المتواصل، والمشافي تعاني نقصا في الخدمات الطبية والخدمات الصحية. يعني للأسف اليوم أطفال قطاع غزة يعني الذين مصابون نتيجة هذا القصف يعالجون من دون استخدام المخدر، وبالتالي وضع إنساني صعب. لابد أن يكون هناك موقف دولي أكثر التزاما وأكثر إنسانية وأخلاقيا باتجاه الضغط لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات بكميات ما يحتاجها قطاع غزة، يعني الكميات التي تدخل، ووفق تصريحات وزارة الصحة داخل القطاع الكميات التي دخلت والتي تدخل هي ضئيلة جدا نظرا إلى الاحتياجات الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة. وبالتالي للأسف الموقف الدولي لا يزال في هذا الإطار موقف ضعيف، رغم أن هناك قرار من مجلس الأمن بهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، لكن هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم. يعني عندما يقوم هذا الاحتلال بقصف معبر رفح، بقصف سيارات الإسعاف، بقصف سيارات الدفاع المدني، والدفاع المدني بحاجة إلى الكثير من المعدات، وكانت هناك اليوم مناشدات من يعني الدفاع المدني داخل قطاع غزة بضرورة إدخال معدات ثقيلة، لهناك آلاف الأبناء شعبنا يعني الكثير يستشهدون نتيجة أنهم يبقون لساعات طويلة تحت الأنقاض ولا يستطيع الدفاع المدني إنقاذهم. بالتالي هذه المناشدات يعني أبناء شعبنا وزارة الصحة والدفاع المدني داخل القطاع يوجهونها بشكل مستمر، لأنه لابد من إدخال مساعدات بشكل عاجل، مساعدات تسد العجز الحاصل الموجود في القطاع الصحي والقطاع والدفاع المدني داخل قطاع غزة. هذا الموقف يجب أن يكون موقف دولي ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن للأسف يعني رغم كل هذه المجازر التي يرتكبها هذا الاحتلال بقصف المشافي ومراكز، حتى يخصفون يعني مدارس الأونور ومراكز الإيواء التي تتبع للمنظمات الدولية التي يجب أن تكون محمية بالقانون، لكن هذا الاحتلال لا يعي أي اهتمام بالقانون الدولي. أستاذ زياد، أستاذ ماهر ابقى معي. أستاذ زياد، في هذه النقطة هل تعتقد بأن الشركاء الغربيين صاروا الآن على المحك وصاروا أمام حقيقة أن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل بجبروتها بعمليات قتلها للمدنيين قد فشلت في هذه الحرب، لذلك ربما يتخذون خطوات إلى الخلف والتراجع عن موقفهم الداعم قلبا وقالبا لإسرائيل؟ هناك تغير كبير في المواقف الغربية وفي مقدمتها إيرلندا، إسبانيا، بلجيكا، النرويج، وحتى موقف الاتحاد الأوروبي بدأ يتغير، حتى التصريحات بالعموم بدأت تتغير. لكن كما يعني هو واضح على إسرائيل، من يوفر لإسرائيل الغطاء في هذا العدوان هي أمريكا. لذلك يعني عندما تسمع خطاب نتنياهو هو يقول بايدن، هو يتحدث عن بايدن، عن شخصية بايدن الإدارة الأمريكية، إذا بايدن يعطيه الضوء الأخضر فهو مستمر، لكن الضغط الغربي هو ممكن أن يشكل ضغط على الإدارة الأمريكية. لكن الإدارة الأمريكية الصهيونية ما زالت تحاول، كما صرح وزير الدفاع الأمريكي بالأمس، قال لا يمكن أن نقبل أن نعطي نصر لحماس، بمعنى أنه يجب إعطاء الوقت لإسرائيل لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني التي المتمثلة بالمقاومة الفلسطينية. فلذلك تستمر إسرائيل في قتلها، القتل من أجل القتل. هم واهمون أن العقلية الأمريكية التي تعتمد على الأرض المحروقة، كما هو الحال حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية، دعك من أفغانستان أو العراق، هم يعتقدوا أن كثير من القتل والضرب ممكن أن يؤدي إلى الاستسلام. هم لا يعرفون الشعب الفلسطيني المسلم العربي المسلم أن قضية الاستسلام، نحن الشعب الذي يقاتل هو يبحث عن الشهادة، الذي يبحث عن الشهادة لا يمكن أن يكون هناك خيار
الاستسلام، إما النصر أو الموت. هذا حال الشعب الفلسطيني، بمعنى أن هذا القتل لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً وصموداً في مقاومة هذا. مع هذا الصمود أستاذ زياد، اسمح لي أن أنتقل أستاذ ماهر بالسؤال. مع هذا الصمود للشعب الفلسطيني، الصمود يشهد له العالم مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بقتل المدنيين، مع عجزهم عن استئصال المقاومة الفلسطينية، مع تراجع ربما الموقف الدولي خطوات إلى الخلف، هل تعتقد أن بايدن سيتوقف عن الدعم اللامحدود لإسرائيل؟ يعني حقيقة لا أعتقد أن يكون هناك موقف جذري أو انقلاب جذري في موقف الإدارة الأمريكية من دعم هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ما يعول عليه هو الضغط الشعبي والسياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل يعني اعضاء في الكونغرس، وايضا في المظاهرات الشعبيه التي تخرج في الولايات المتحده الامريكيه، وحتى يشارك فيها الجاليه اليهوديه بعض يعني اليهود المتضامنين مع القضيه الفلسطينيه والرافضين للصهيونيه وما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي. التعويل على مثل هذه التحركات داخل الولايات المتحده الامريكيه لتشكل ضغط حقيقي على اداره بايدن في وقف هذا الدعم السياسي والعسكري للاحتلال الاسرائيلي، والضغط على يعني بنيامين نتنياهو لوقف هذا الحرب. وبنيامين نتنياهو تحدث بشكل واضح في المؤتمرات الصحفيه المختلفه ان هناك يعني اختلافات وتباينات في وجهات النظر فيما يتعلق مع الولايات المتحده الامريكيه، يعني لا يوجد خلاف جذري بين اداره بايدن والاحتلال في هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزه، ولكن ربما في الاسلوب وفي التكتيك الذي يستخدمه الاحتلال الاسرائيلي في قصف وقتل ابناء شعبنا داخل قطاع غزه. وبالتالي التعويل على مثل هذه التحركات داخل الولايات المتحده الامريكيه للضغط عليها على اداره بايدن لوقف اطلاق نار فعلي داخل يعني من قبل هذا الاحتلال الاسرائيلي باتجاه قطاع غزه، وايضا التعويل على المواقف الدوليه الاخرى التي ربما ايضا تضغط في اطار وقف هذا العدوان الهمجي على ابناء شعبنا داخل قطاع غزه. ولكن هذه الحرب وهذا العدوان الذي يقوده هذا الاحتلال الاسرائيلي سيكون نهايه سياسيه لكل من اداره بايدن، يعني هذا يشكل خطر على اداره بايدن فيما يتعلق بالانتخابات الامريكيه القادمه، وايضا سيكون اليوم الاخير يعني في هذه المعركه وهذا العدوان على ابناء شعبنا، وسيكون اليوم الاخير في المشهد لبنيامين نتنياهو في المشهد السياسي داخل المجتمع الاسرائيلي، لان اليوم ما يجري من عدوان وهذه الجرائم التي ترتكب بحق ابناء شعبنا هي سياسة عقاب جماعي وجريمة جرائم ضد البشرية، جرائم إبادة يرتكبها هذا الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذه الجرائم وهذه الفظائع أيضا تشكل ضغط على إدارة بايدن على الأقل بعض من يعني أن يكون هناك إسهام من هذه القيادة أو الرئاسة الأمريكية الإدارة الأمريكية في وقف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. نعم، من أمستردام المتحدث باسمي حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية سيد ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك. وأيضا من لندن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج السيد زياد العلول، شكرا جزيلا لكم.